السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في قناتكم الرياضية وليد أوفر. قبل أن نبدأ هذا الفيديو فنصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم على أفضل الصلاة والسلام. قبل بداية هذا الفيديو والتعرف على تفاصيله، أتمنى ما يكون فضلا وليس أمرا دعمنا بزر لايك تشجيعنا لنشر المزيد من الفيديوهات مستقبلا، وأدعو المشاهدين الجدد للاشتراك في القناة ودفع زر التنبيهات لكي يصلهم كل فيديو ينشر في هذه القناة. طبعا في هذا الفيديو أعزائي المشاهدين سأعرفكم ماذا قالت أنصار نادي ليستر سيتي عن النجم الدولي الجزائري رياض محرز، والذي يعني نكرت العشرة بينها وبين هذا اللاعب الذي قادها من العدم إلى التتويج بدور الإنجليزي الممتاز سنة 2016. حيث بعد تصريحات رياض محرز الأخيرة لموقع ليكيب الفرنسية قبل من شهر من الآن أعزائي المشاهدين، والتي كان أكد فيها أنه ضيع سنتين من حياته في ليستر سيتي وكان يطمح إلى الانتقال إلى يعني نادي كبير للغاية من أجل الاحتراف وإعطاء المزيد والتوهج عاليا، إلا أن إدارة ليستر سيتي يعني تعلمون هذه الأحداث، إدارة ليستر سيتي لم تتركه وشأنه أن يغادر ذلك النادي لأنه كان كالملك آنذاك. وتعرض يعني أعزائي المشاهدين بعدها الدول الجزائري إلى حملة انتقادات كبيرة من أنصار ليستر سيتي الإنجليزي التي اعتبروها إهانة للنادي وللأنصار جميعا. وعبر أنصار يوم أمس كذلك أعزائي المشاهدين عن المباراة التي ستجمع بين نادي مانشستر سيتي ونادي ليستر سيتي في الجولة 18 من دوري الإنجليزي الممتاز هذا اليوم. أعزائي المشاهدين يعني كانت هنالك انتقادات لاذعه من انصار ليستر سيتي تجاه رياض محرز، وطبعا اعزائي المشاهدين اتفقوا عبر يعني عبارات واحده وقالوا يعني عبر تويتر يعني مغردين لرياض محرز ويعني مشيرين لرياض محرز وكان الكلام موجها له، يعني قالوا له تمتع بالمباراه من الدكه. يعني الكل اتفق على هذه الجملة وراحوا يقولونها له في التعليقات وحتى في حسابه، يعني في تعليقات حسابه يقولون نتمتع بالمباراة في دكة البدلاء. وطبعا أعزائي المشاهدين يعني أكد جميع الصحف وأنا أكدتها يعني ليلة أمس أن المباراة التي ستجمع بين هذين الفريقين كل من ليستر سيتي ونادي مانشستر سيتي لن يكون رياض محرز يعني بتوقعات وليس بالتشكيلة الأساسية، يعني توقعوا جميعهم أن رياض محرز لن يكون أساسي، لهذا راحت يعني أنصار ليستر سيتي تنتهز الفرصة وتقول أن رياض محرز يعني يستمتع بالمباراة وأنت في الدكة جالس في الدكة لأنك مهمش، يعني كنت عندنا في ليستر سيتي كالملك وكنت تطالب إدارة ليستر سيتي بأن يخليك تخرج الأرسنال آنذاك أعزائي المشاهدين، وأعتقد أن الجميع يعرف هذه القصة. يعني انتهزوا الفرصة وجاكم الفرصة إلى أيديهم وانتهزوها على أكمل وجه وراحوا يعني ينتقدوا رياض محرز بانتقادات لاذعة. ونتمنى من بيب غوارديولا أن يشرك رياض محرز لو يعني ولو 15 دقيقة يعني ربع ساعة مثل ما متعودون أن نراه، ولا إذا لعب مباراة كاملة ماذا بينا، ولكن إذا لم يلعب مباراة كاملة نتمنى بيب غوارديولا يدير هدة شابة ويدخل رياض محرز فقط ربع ساعة ليقدم أسيست أو هدف لكي يسكت يعني جميع أنصار ليستر سيتي ويعتذرون منه. يعني أصدقائي المشاهدين يعني نكروا العشرة على أكمل وجه، يعني هو من قاد ليستر سيتي يعني من العدم، شكون كان يعرف ليستر سيتي 2014 2015 الا ان يعني رياض محرز جاء في سنه 2016 وقادها من العدم الى تتويج بالدوري الانجليزي الممتاز واخذ انذاك اعزائي المشاهدين يعني لقب افضل لاعب في الدوري الانجليزي الممتاز. طبعا اعزائي المشاهدين كان هذا فيديو اليوم، لا تنسوا دعمنا بلايك اشتراك بالقناه تفعيل زر التنبيهات ولنلتقي انا واياكم في فيديوهات جديده ان شاء الله. برعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.